اللاعبين اللي قدموا مقابله جيده وانهم ما حطوش يديهم. انا باش تكون خاسر بجوج زيرو وترجع في المقابله تماركي ثلاثه، صافي دير عندك واحد ليكيب اللي يعول عليها. وكاين استثناء لاعب مع فريق كبير، فريق عريق، الرجاء اللي عنده مقابلات دوليه وكيلعب مقابلات قاريه. فانا ما بين نشكر الوليدات على المجهودات الجبار اللي داروا. تبارك الله عليك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.